عقد اجتماع حواري موسع في مقر الجمعية الأرثوذكسية في الويبدي بعمان بحضور رئيس المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك الإرشمندريت بسام شحتيت وشخصيات فاعلة. وناقش الاجتماع موضوع الإرث والأحوال الشخصية للمسيحيين في المملكة، واطلع على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول العربية المجاورة. وفي ختام اللقاء قرر الحضور عقد اجتماع لاحق لاستكمال النقاش ووضع مسودة قانون للعمل به في المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم الاجتماع هو بموضوع الأحوال الشخصية في الأردن، وأيضا نظرة على الأحوال الشخصية في البلاد العربية كنموذج أيضا للأحوال الشخصية اللي في الأردن، لأنه معظم القوانين قد أخذت من بعضها البعض في البلاد العربية. هناك تماثل وهناك تشابه في موضوع الأحوال الشخصية في البلاد العربية، وهاي الدراسة لما ننظر للبلاد العربية هو نموذج كل بلد كيف طبقت موضوع العائلة، موضوع الزواج، الأسرة، النفقة، كل المفاعيل الزواج كيف طبقته على الأرض من هاي الناحية. فهالدراسة بتساعدنا كل بلد تعمل على تطوير الأحوال الشخصية، وفي الأردن بشكل خاص تم تطوير للأحوال الشخصية على مستوى كل الكنائس، وتم إضافات وتم توحيد الأسعار لموضوع المحاكم الكنسية. بقناة نورسات اللي دائما عودتنا تغطي النشاطات المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية، طبعا هذا من سلسلة الاجتماعات اللي بنعقدها لمتابعة الشأن المسيحي، من ضمنها لتوحيد الطوائف من ناحية توحيد الآيات، من ناحية حل المشاكل اللي بتخص الشأن المسيحي. وبداية احنا بدنا نثمن بداية موقف جلالة الملك من خلال زيارته للفاتيكان، وخلاله أعلن تطوير موقع المقدس المقدس اللي هو من ضمن 5 مواقع أو 4 مواقع مقدسة أعلنها قداسة البابا سنة 2000، وإن شاء الله راح يكون عليها شغل كبير مما يشجع السياحة الدينية المسيحية في المملكة الأردنية الهاشمية، وإن شاء الله بلكي نطلق عام 2023 عام للسياحة المسيحية في الأردن والحج المسيحي. إحنا هذا هو الاجتماع الرابع الواقع اللي بنعقده، وهو مخصص للشأن المسيحي فيما يخص تقريبا. اليوم راح نناقش قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وموضوع الإرث، لأنه إحنا بدنا نحاول إنه نستقطب الأكبر جهة ممكنة من الناس حتى يكونوا فاهمين شو الموضوع، لأنه موضوع الشأن المسيحي وخاصة فيما يخص الأحوال الشخصية للمسيحيين في خصوصية للمسيحيين لازم نقرها ولازم نعترف فيها. 2، موضوع الإرث هو إرث التوزيع بالنسبة للحصص بعد ما يتوفى الوالد أو الوالدة، هي من حق الورث اللي هم أولاده الشرعيين.